لك روحنا فدا الجيش، روحنا فدا الجيش، الجيش ولدنا كلها ولدنا الجيش، والله زي روح اظفر من الجيش كأني رايح قلبي. الشهاد لما صر يعطينا
حي الجيش وانا بالذهن بروحي للجيش. جيش هذا جيش وطننا حامي بلادنا حامي الحمى الله يخلي لنا اياه. هم اولادنا اولادنا هم بس عزتنا هم اولادنا بنبوس الاقدام اللي بيمشوا عليها بنبوس البوط البوط اللي بيمشوا عليه عن جد والارض اللي بيدعسوا عليها والله يعينهم ويكون معهم وينصرهم يا رب. ما في منه جيشنا ما في منه عن جد ما في منه والله العظيم والله سوريا بشار وبس وحياة الله نحن بألف خير وبألف نعمة. نحن الأساس سوريا أم العرب كلها. نحن نطلب من الرئيس إنه يكون شجاع ابن شجاع ولا يرحم هالأمة التنك. لا بدنا العربي وربيعه ولا بدنا قطر وربيعه. ربيع سوريا هو ربيعنا دمنا وروحنا فدا سوريا. أيها الإخوة لقد صمدت سوريا لأن سوريا لا تخيفها الأساطيل. صمدت سوريا بمبادئها التقدمية فستكون المنارة التي تضيء طريق الأجيال المقبلة لبناء سوريا المستقبل. وصممت القوات المسلحة السورية على أن تعيد البناء فأعادت البناء لتبقى سوريا محصنة عصية. إنني أحيي القوات المسلحة السورية باسمكم أحيي قواتنا المسلحة الباسلة التي ناضلت وصمدت وقاتلت أشرف قتال في البر والجو والبحر. أحيي ضباطها وصف ضباطها وجنودها الشجعان. نوجه لهم التحية وهم يقفون على أهبة الاستعداد يصونون شرف الوطن ووحدة ترابه وشعبه. وأقول لهم إننا معكم في كفاحنا من أجل النصر. من قال بأن سوريا هي قلب العروب وعروب النابض؟ ليس سوريا من اخترع هذا المصطلح. عبد الناصر قال هذا الكلام وما زال مستمرا. وانت تبقى دائما دمشق قلب العروبة النابض. بطلب من الرئيس انه يقبلني اتطوع بالجيش. انا عمري 82 سنة روحي في الجيش. ما بدنا غير الله يخلينا الرئيس ويحمي سوريا من هالأم الفلساني. شعب كذاب شعب بالدولار. هذول أمارة عم يشتغلوا مكسروا العالم مشترك. نحن لا منباع ولا منشترك. الله يوفق رئيسنا ويطول عمره ويحمي الله سوريا وبس. والي من حلب من سكان مدينة جسر الشغور من 20 سنة. بيتي جنب المستشفى الوطني وهلأ بحكي من قدام مسجد الوطني بوجود الجيش ودخل الجيش على المدينة. العالم كله تهربت من مدينة جسر الشغور كله مو خوف من الجيش خوف من هالصايعين الضايعين اللي كل واحد بمبكشن حامل وحامل بارودة روسي. الكلام اللي ما فيه يامنكم إذا بسمع تركي عسكري قبضاي ورجال وأنا ما بقبل بكتيبة غير الرجال. وأنا قلت لكم هالكلام هذا من زمان وهذا الموضوع وقت اللي أنا بشوف عسكري نطلع لحرمي نطلع علي. هاي أماتنا هدولي أماتنا وهدول ام اي واحد منكم وام امي انا وامك وام اي واحد منا. المفروض احتراما لهالحرمه هذه لامي وامك وقت ما يشوف اي حرمه من طرف الارض مفهوم؟ اي بنت هذه اختك يا ابني هذه اختك بعهد الله. وقت اللي بنشوف اخت من اخواتنا من طرف راسنا بالارض تلبس بتطلع نحن ما لنا علاقه نحن نحترم نفوسنا وهذه طقوس عن كل الناس مفهوم يا ابني؟ وبدي اسمع اي مخالفي اذا بشوف انسان حكى واشتكى انه والله هالعسكري طلع على حرمي او على بنتي شاف الله تطور له عيني لانه ما بيكون بيحترم امه صحيح؟ اذا هذا الكلام بدنا نفذوا عملي كنتوا رجال وانا بفتخر فيكم دائما وابدا. طمنا اهله وصلوا اهله وسلموا الامانات بشكل رسمي ونحن نشكر كثير ونعطيهم الفرح يعني وهي الاعمار بيد الله ولكن لو ما هني ما في حدا يسفح ابدا ما في حدا في الشارع ومو كلنا نعطيه العافية ونشكرهم كثير. بدو جاي كناجر سوري الله يحميهم جميع ويقويهم وينصرهم.
دائما بنشوف بالجيش العربي السوري انه هو الضمانه الوطنيه وهو حامي الديار، فلذلك لا بالعكس انا شايفهم حتى الشباب معنوياتهم عاليه، وفي لنا نحن اقربائنا بالجيش دائما بيعبروا لنا قديش هن معنوياتهم عاليه. المعنويات حديث جدا جدا تمام التمام، والامور كما انت شايف الحمد لله تمام. ولا تنسوا انه نحن الجيش العربي السوري، مطرح ما بيدعس الجيش العربي السوري بتهز الارض. نحن رجال سوريا، ونحن بفضل قائدنا قيادة هاي البلد وبفضل الشعب السوري نحن دائما بنضل صامدين ومتماسكين. وبإذن واحد أحد، يا قطر ويا حمد اسمعوني، والله والله لا تبوسوا الأيادي والله، ونحن الجيش العربي السوري لا تنسوها. الله يعطيكم العافية، ونحن عن جد يعني الله يعينهم ويكون معهم واقف معهم وينصرهم إن شاء الله يا رب. المهندسين اللي بيجوا على سوريا بيزعوها نهائيا، والله يخلي لنا الرئيس بيديننا اياه فوق راسنا. بجد احنا كبرنا نحكي لاولادنا كيف احنا انتصرنا عليهم. الله يقوينا عليهم الهي. اسمع يا كل الكون.